بتكلم مين؟ بكلم واحد صاحبي يا عم. في ايه؟ واحد صاحبي يا عم. ماشي يا سيدي، اللي عطاك يعطينا. اشرب الشاي اللي في ايدك ده يا حنفي وانجز ورانا مشاوير. يلا. المشاكل ابتدت يا باشا. مشاكل ايه؟ مصالحي وقاسم ابتدوا يتصلوا ببقية الموزعين بيبلغوهم ان في مورد جديد نزل السوق بيبيع باسعار اقل من اسعارنا بكتير. يعني يعني لو ما لحقناش نفسنا دلوقتي ونزلنا الاسعار السوق ممكن يفلت من ايدينا. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ بعاش شويه عيال يتحكموا في السعر اللي انا بحدده؟ عيال زي جابر وسعيد؟ ده لا يمكن ابدا. طب قول لي يا باشا نعمل ايه؟ انا احترت حضرتك بترفع السعر من ناحيه وهم بينزلوه من الناحيه التانيه، وانا بصراحه مش هقدر اسيطر على الموزعين اللي تحت ايدي الا اذا بقى اتفقنا معاهم ونزلنا الاسعار شويه. رياض الزيات محدش يقدر يقول له يعمل ايه وما يعملش ايه، وشويه الموزعين بتوعك دول لازم تفهمهم. انا ما بتهددش، سامع؟ انا ما بتهددش. يمشوا على السعر اللي انا هحدده، واللي مش عاجبه هطير رقبته. الو. ايوه نصار، اتصلت بالراجل بتاعك؟ طبعا اتصلت يا رياض، وزمان الخطه بتتنفذ دلوقتي. قول لي يا نصار، انت مالي ايدك من الراجل بتاعك؟ عيب يا رياض، ده من رجالتي. يعني كلها كام ساعة وهتسمع أخبار كويسة أوي. حكومة معلم، حكومة جبت لك شوية حاجات. موبايل؟ ايه؟ انا كنت سايبك كويسة. ايه اللي حصل؟ مفيش حد هنا ولا ايه؟ ممكن اعرف ايه اللي بينك وبين صباح؟ مفيش حاجة. امال ايه حكايه ان انتوا موعدين لبعض من زمان مستنيين الدنيا تروق وتحلى علشان تتجوزوا وتخلفوا صبيان وبنات وتعيشوا في بلد تاني؟ اسكتي اسكتي. مش حقيقي ده؟ مش حقيقي؟ لا لا مش حقيقي. فعلا انا اللي عبيطه اني صدقتك، ما انت سبقتها كويس قوي. ها وانا اقول ايه؟ موضوع سعيد وجوزي اللي بيضربني والفيلم اللي انت عملته اللي صدقته لوحدك؟ حرام عليك يا اخي، حرام عليك. انا عملت فيك ايه عشان تعمل فيا كل ده؟ انا كنت قاعده في حالي، عملت فيك ايه؟ عملت كل حاجه. خليتيني احبك واموت فيكي من اول ما شفتك، ما شفتش واحده تانيه. انت مش عارفه انت بالنسبه لي ايه. ايه ايه؟ بتغيري بتغيري. هو انا لما سمعت الموضوع ده بصراحه كان برج من دماغي هيطير. ما انا كنت عامله زي المجنونه، اعمل ايه؟ يعني اكيد بتغيري بتغيري. وانا بغير.
الو يا سعيد، عملتوا ايه؟ البوليس قبض على مسلحي. والمعلم قاسم فص ملح وداب، مش عارفين نعتر عليه. انتوا فين دلوقتي؟ احنا قدام وكاله المعلم قاسم فروض الفرج. اتقابل في الحوش. سلام. بس بجد برافو عليك يا رسار، ضربة معلم بجد يعني. ما انا قلت لك يا رياض عاوني ده عقر وهيخلص. بس تفتكر يا رياض الرجال اللي اتقبض عليهم دول هيسكتوا في البوليس والنيابه؟ متقلقش، هم عارفين ومتاكدين لو اي حد منهم فتح بقه هيروح في 60 داهيه هو واهله كمان. متأكد من الكلام ده يا رياض؟ انت عارفني في شغلي ما بعرفش يا مرحمين. كده بقى يبقى ضمننا حاجتين في وقت واحد. أول حاجة المعلمين اللي بيشتغلوا معانا هيخافوا يتعاملوا مع أي حد بعيد عننا. تاني حاجة اللي اسمه جابر ده هو وسعيد الاتنين مش هيلاقوا منفذ يوزعوا منه البضاعة اللي عندهم. كده بقى يبقى خلي جابر وسعيد يشربوا البضاعة اللي عندهم، وخلي الجماعة اللي بره بقى يعرفوا انهم اختاروا غلط، ان العيال دي ملهمش اساسا في اللعبة بتاعتنا دي. ده انت متغاظ منهم قوي يا نصار. صبرك عليا يا رياض، صبرك. دول لسه ما شافوش مني حاجة. أنا بس أتأكد إن الجماعة اللي بره دول شالوا إيديهم منهم، ساعتها بقى هاخد حقي تالت وتالت. بقول لك إيه يا راتب؟ أمرني. أنا عايزك تعمل لي اجتماع مع الموزعين بتوعنا. وعايزك تهددهم كده في الأول باللي حصل لمصلحي وياسم. تهاود كده معاهم في الأول في السعر. لغاية ما نمسك الحكاية، وبعدين نفرض السعر اللي احنا عايزينه وهيدفعوه ورجليهم فوق رقبتهم. تمام يا ربي. السلام عليكم. بقول لك يا رياض، ما دام الجماعة اللي بره دول مصممين انهم يدخلوا بضاعتهم مصر، ايه رأيك لو اتصلت بيهم وعرضت عليهم انك تشتغل معاهم؟ بدل ما يطلعونا عيل كده لا نعرف قصده ولا فصله، ساعتها بقى ادخل معاك بفلوسي في العمليه دي. طب والناس اللي انا بشتغل معاهم بره؟ يا سيدي زياده الخير خيرين. وبعدين ما تنساش ان الجماعه اللي بره دول الصنف عندهم عالي قوي والسعر قليل، يعني المكسب هيبقى كبير قوي. طب هما هيوافقوا يعني كده انهم يشتغلوا معايا؟ دول يتمنوا. يا رياض انت اكبر مستورد للصنف في مصر وعندك اكبر شبكه توزيع، وهم ما يهمهمش غير مصلحتهم، واحنا من ناحيتنا هنريحهم طالما هيريحونا، وبالمره نتقي شهرهم. عموما اتصل بيهم شوف شكل ميتهم ايه. اعتبرها مقضيه ان شاء الله. بقول لك ايه يا نصار؟ بس هي غرام فين؟ بقالها يعني من مده ما حدش شافها. لا شيخ. غرام غصانة شوي بس مسيرها تقب، ولما تقب هريحها على الآخر.